بدأت مسيرة المصانع الجاهزة في عام 2013، وهي أحد مشاريع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. والمصانع الجاهزة بنيت بمعايير نموذجية لتقدم الخدمة المميزة لشباب الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة الخفيفة والنظيفة. وضع حجر الأساس للمشروع برعاية صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية ومعالي وزير التجارة والصناعة. وقد افتتح معالي الوزير المشروع في الثاني من رمضان 1434 هجرية. هيئة المدن الصناعية اهتمت كثيرا بتجهيز مباني مصانع جاهزة بأحدث التقنيات والأنظمة لتوفير بيئة صناعية جاهزة ولتساعد على انطلاق الصناعة بشكل أسرع مما هي عليه، وكذلك لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك تقليل التكلفة عليهم وسرعة البدء في مشاريعهم الصناعية. تهدف مدن أن توفر بيئة جاهزة ومتكاملة من خلال إنشاء مباني صناعية مطورة وفقا لاحتياجات الصناعيين، وذلك للتركيز على الإنتاج دون الدخول في بناء المصنع. تم في المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ 50 مصنعاً جاهزاً، وهي في الدمام والرياض وسدير وحائل. وفي المرحلة الثانية سيصل العدد إلى 200 مصنع، حيث يجري الآن البناء في الرياض، في الدمام، جدة، عسير، تبوك، سدير، حفر الباطن، الخرج. انطلقت هيئة المدن الصناعية في بناء المصانع الجاهزة عن طريق الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في بناء هذه المصانع، وبدأنا في تأسيس وتجهيز أكثر من 200 مصنع خلال هذا العام 2013، ونستهدف إن شاء الله بناء 1000 مصنع جاهز في مدننا الصناعية. فكرة المصانع الجاهزة تقوم على إعداد جميع المباني الخاصة في هذه المصانع للاستفادة وتقديم خدمة جاهزة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والراغبين في الاستثمار الصناعي، بحيث أنها تكون جاهزة ومباشرة يستطيع المستثمر البدء بالإنتاج والبدء في الصناعة. تبلغ مساحة المصنع الواحد 900 متر لصالة الإنتاج، و300 متر دور علوي للإدارة، و600 متر مساحة محيطة بالمصنع، وهناك مرونة في المساحة بحيث يمكن دمج مصنعين متجاورين. رعي في المواصفات الفنية والهندسية أفضل معايير الجودة والدقة في التنفيذ من حيث الهيكل العام والأعمدة والأسقف والجدران الداخلية والخارجية المكسية بكسرة الرخام. كما تم تنفيذ النوافذ من الزجاج والأبواب من الألومنيوم والزجاج، ورعي في الأرضيات الصلابة والمواد الداعمة لها، كما أن أسقف المكاتب عازلة للصوت مقاومة للرطوبة، إضافة إلى تمديد مجاري هواء التكييف. وتوفر شبكة الكهرباء والإنارة ونظام الأمن والسلام وإطفاء الحريق. أما المصنع من الخارج فهو مرصف ومحاط بالأشجار مع غرفة للحارس ونقاط للطاقة الكهربائية وخزان للمياه النظيفة، إضافة إلى الصرف الصحي وحاوية للنفايات والمواقف الآمنة للسيارات. نال مشروع المصانع الجاهزة اهتمام الجهات التمويلية ورواد الأعمال، وسيسهم في استقطاب الاستثمارات الصناعية لتنمية المدن الصناعية الواعدة. المصانع الجاهزة فرص واعدة للجميع.